لأول مرة في الإعلام المصري وفقط على قناتكم قناة الأهلي، ديفيد سيزا المدرب العام لنادي القرن يتحدث عن رؤية الجهاز الفني لباقي مشوار الأهلي في إفريقيا والدوري، ويروي حكايات طريفة ونادرة مع المجتمع المصري وموقف الجهاز من كل ملفات اللاعبين الحاليين والراحلين عن الفريق. سيزا في حوار هام جدا مع إسلام الشاطر. استنوني استنوني في برنامج سهرة مع سهرة مع إسلام الشاطر يوم السبت ثانك يو فيري ماتش. شكرا. ننتظركم في سهرة مع السبت 11 مساء على شاشة قناتكم قناة الأهلي.